بالنسبة لموضوع طبعا مريم والكلام اللي اتكتب، وعايزين نشوف مدى صحة انه هل بالفعل النيابة ايدت وقالت ان الاوراق مزورة. ومعانا ومع حضراتكم دكتور مينا ملاك، اخو الطالبة مريم ملاك. دكتور مينا، برحب بحضرتك معانا، مساء الخير يا فندم، الله يخليك. اهلا بيك. طيب قول لنا بقى، احنا اتخبر ال 12 كانت 12 في البوابه نيوز، وبعدين عرفنا ان في بعض المواقع نفته بالنسبه لانه بالفعل دلوقتي تم الاعلان عن ان الاوراق مزوره، ف الصح ايه؟ هو حضرتك آخر استكتاب لمريم كان يوم الثلاثاء امبارح 25/8، ولما سألنا يعني في الطب الشرعي قالوا إن النتيجة هتظهر خلال أسبوع أو 10 أيام. فوجئنا يوم الأربعاء الصبح النهاردة في خبر منشور على البوابة نيوز بيقول إن الخط ده مش خط مريم، وإن النيابة اكتشفت إن في تزوير وفي تبديل لأوراق مريم. تمام. أنا اتصلت بالصحفية اللي كاتبة الخبر دوت وتأكدت منها إن الخبر يعني هي بتقوله على صحيح بنسبة 100%، بس يعني لا يعني على مسؤوليتها هي، لكن ما فيش رد رسمي طلع من النيابة العامة تمام ينفي أو يعني يثبت الخبر ال 12 ده. حتى الآن ما فيش رد رسمي طلع من النيابة العامة بخصوص موضوع مريم، وان التقرير الطبي الشرعي ظهر ولا لسه. حتى الان ما فيش اي تقرير رسمي من اي جهه رسميه ظهر حتى الان. طب انت ما سألتهاش، يعني هي بتقول انه صحيح 100%، ايه مصادرها؟ طيب يعني اكيد سألتها هذا السؤال، يعني انا سالتها سؤال بس هي اتحفظت، يعني هي ليها مصادرها و يعني هي متاكده من مصادرها بس. يعني هو ده الرد اللي ردت عليك بيه، ان هي متأكدة من مصادرها لكن ما اوضحتش، يعني ما رضيتش تفصح عن مين المصدر، لكن هي لا اكدت لك طبعا. يعني، لانه تم نفي الكلام ده في اماكن كتير. أي. تمام. عموما بشرة خير يعني، واعتقد انه برضو كان في تصريح، انا لسه قايله ان كان في تصريح في اكتر من جريده لوزير التربيه والتعليم، انه قال انه كان في 40 طالب وطالبه يعني بيشتكوا من موضوع الصفر، واللي مستمرين في الموضوع هم 17، وذكر ان من ضمنهم مريم. ده اتكتب اعتقد في جريدة الاخبار يعني، فاعتقد، فانا قلت لو احنا يعني حطينا التصريح ده ممكن برضو كونه اشار، ممكن يكون بيعدل التصريحات اللي قالها، وبالتالي او بيفرش ارضية، لانه الموضوع كده هينتج عنه بالفعل فعلا الحقيقة والحق يبان ان اوراق مريم مزورة. لكن في طبعا احنا لما نشرت الخبر ده من البوابة نيوز كلنا كنا سعداء جدا وبنشكر ربنا، واكيد ان شاء الله حق مريم خلاص احنا اقتربنا من انه يظهر تماما. ناس كتير بتطالب وبتقول احنا لا نكتفي بانه ورقها مزور، مين اللي خد ورقها ومين المسؤول عن هذا التزوير ومين اللي عمل ده؟ يجب الكشف عن هذا الشخص. فاعتقد ان برضو في يعني في اطار يعني الكل بيشهد بقد ايه مدى يعني ثباتكم وقد ايه مدى اصراركم في اظهار الحقيقة، والكل مبسوط بده قوي باللي انت بتعمله دكتور مينا واخواتك ومريم. وبس نكمل انه يعني اكيد انتوا رغبتكم كمان ان المسؤول عن هذا التزوير ياخد عقابه. احنا رغبتنا رقم واحد ان مريم تاخد ترجع حقها لحقها. وتتسكن في الجامعه في الكليه اللي هي عايزاها، سواء طب او صيدله او اسنان. تمام. يكون التسكين دوت بناء على رغبه مريم، مش بناء على رغبه اي حد تاني، عادي يسكن مريم زي ما بيجوا. ده رقم واحد. رقم اثنين، مش انا بس ولا مريم بس، ده كل مصر عايزة تعرف مين اللي عمل كده وتصالح مين. صحيح تمام. صحيح. يعني مين المستفيد ان صاحبة مسكينة زي مريم تعبت طول السنة، يتكافى تعبها انها تاخد طفل، هو ياخد مجموعة يدخله طب او صيدلة او اسنان. الحاجة بالظبط. الثالثة اللي انا باكد لك يعني يا شادي، يعني بكلفتي عليها، ان احنا فترة طويلة يا فندم. تمام، برافو عليك، خالص برافو. اي خالص يعني اللي عايز يطول يعني يا مرحبا بيه تمام، لان طول ما في حد احنا وراه، صحيح، وطول ما برافو في عليك. ظلم احنا ضده، تمام وطول ما في فساد
نسيبه. ليه؟ لان اللي حصل امام ده ممكن يحصل لاي بنت واي ولد في مصر. بالظبط بالظبط. في فساد؟ اه في فساد. تمام، في محسوبيه لصالح طلاب؟ اه في محسوبيه لصالح طلاب. ايه الدليل؟ الدليل مريم. تمام؟ تمام. طيب حضرتك ليه الموضوع مطول؟ الاجراءات في النهايه بتاخد وقتها في الطب الشرعي. تمام؟ بياخد وقتهم. بس يعني انا عايز اقول لحضرتك ان كل سنه بتعدي على مريم وعلينا كانها سنه. صح طبعا. بس اكيد. احنا واثقين، واثقين في اراده ربنا وفي عدل ربنا. امين. وان هو مش هيضيع سعد البنت دي. امين. انت طيب استقبلته الاستكتاب التالت ده ازاي يا دكتور؟ يعني لان في ناس بيقولوا دي حاجه كويسه، علامه كويسه، وفي ناس قالوا ده نوع من انواع الاطاله، فانتوا استقبلتوه ازاي؟ او شعوركم بطلب الاستكتاب التالت ده ايه؟ اه لا يعني احنا رغم ظروف مريم الصحيه ورغم تعبها ورغم يعني الضغط الموجود على البنت الا ان هي استقبلت دوت بنوع من الشرح. واحنا تمام. ليه؟ لانها حاسه ان في جديه في ان يعني من قبل جهه التحقيق. تمام. ان يكون في تحقيق عادل وان البنت تاخد حقها. ايوه الموضوع طول كتير. ايوه التعب بيزيد يوم عن يوم. ايوه البنت خلاص يعني التنسيق على وشك الانتهاء والجامعات على وشك انها تبتدي. بس باكد لستك تاني احنا نفسنا طويل 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 ومش هتسيب حقها وهي مش هتسيب حقها. طالت ولا كسرت مهما كان الموضوع صعب ومهما كان الموضوع اصعب بس مش هنسيب حق البنت دي خالص. تمام ربنا يكون معاك. ولا هنسيبها يعني تواجه المصير البائس اللي هو يعني اتحتم عليها. بس انا متاكده يعني من اصراركم يا دكتور، ومتأكدة كمان من صلوات الكثيرين اللي بترفع عنكم وعن مريم ومن أجلكم، علشان خاطر فعلا الحق يبان، وإنه ده الإصرار اللي حتى زي ما بنقول كلنا عايزين نشوفه في كل مشاكلنا يعني، وده إصرار مبسوطين جدا وفخورين بيكوا كأسرة وبمريم، وإن شاء الله ربنا هيظهر الحق. بس قول لي طيب، إحنا قلنا برضو بالتوازي مع النفس الطويل إن كان في المفروض جلسة، قلت لي علشان خاطر برضو اللي هو أمام مجلس الدولة الدعوة المستعجلة دي برضو ماشيين فيها؟ اه يا فندم دي ماشيين فيها، والميعاد ان شاء الله يوم 4/9. تمام حلو خالص، ربنا معاكم وان شاء الله الحق يظهر، وباذن الله يا رب هنفرح بمريم تدخل الكليه اللي هي عايزاها ان شاء الله. ويعني وبنقول دي بشره خير برضو الخبر ده بالنسبه للبوابه، وان هي بتقول ان هي متاكده. اعتقد انه ان شاء الله كله في اطار ده، يعني يمكن خلينا نعتبرها ان دي في اطار ايضا يعني اخبار بتمهد ان شاء الله للخبر الحلو اللي كلنا هنفرح بيه بشكل رسمي باذن الله. ربنا يكون معاكم وربنا يقوي مريم، ومبسوطين، بكرر ان احنا مبسوطين كلنا بيكم وبحضرتك واخوك واسرة كلها، وان شاء الله تعب مريم مش هيروح ابدا ابدا طول ما انتوا في اصرار وطول ما ربنا موجود وعدالة السماء بتقول كلمتها كمان. طيب ده كده احنا اطمنا. عموما صحفية بتدافع عن خبرها وبتقول ان ده مصدر هي واثقة منه 100%، احنا فرحنا وان شاء الله هنفضل فرحانين، يعني احنا فرحنا بالخبر ده وان شاء الله ربنا هيكمل فرحتنا، وان شاء الله ربنا هيأكد هذه الفرحة بانه ان شاء الله حق مينا، وانه يتم الاعلان الرسمي ان مش دي اوراق مريم، انا اسفة حق مريم. تمام، فان شاء الله يعني تستكمل فرحتنا.